ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أفرد مصدر رفيع بوزارة الخارجية لجريدة غوفا الإلكترونية أن افتتاح القنصلية الأمريكية الأولى من نوعها بالصحراء المغربية بمدينة الداخلة سيتم هذا الأحد. ذات المصدر الرفيع كشف لذات المنبر أن مراسم افتتاح القنصلية الأمريكية سيحضرها ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط بحضور وزير الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم ناصر بوريطة وسفير الولايات المتحدة بالرباط. المثير أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط سيحل بالرباط قادما من الجزائر العاصمة ليتوجه مباشرة للداخل لتدشين سفارة بلاده بالداخل في صفعة تحمل دلالة قوية للنظام العسكري الجزائري. وستجرى المراسم الرسمية بمدينة الداخل يوم الأحد بحضور وفد دبلوماسي كبير يمثل عددا من التمثيليات الدبلوماسية بالداخل. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.